اليوم احنا قدمنا هدية من متبرع فعل خير مشكور اللي هو جهاز فحص حرارة بيقوم بفحص الحرارة عن بعد، مش زي الميزان التقليدي والكلاسيكي، لا هو فحص اساسا ما يكون في امراض او اشي تاني اثر على هذا من مريض لمريض. اجمالا احنا اليوم ضمن خطتنا في جمعية لجان اجتماعي مع الجمعيات الشريكة الأخرى قررنا نبدأ بهذه الحملة، حملة مناصرة مؤازرة لمرضانا ومثل تقديم ما نقدر من خلال المجتمع المحلي والتبرعات ممكن تيجي الصحية والطبية، وإن شاء الله هينا سلمنا الجهاز للأستاذ للدكتور عفوان مدير المستشفى دكتور ربيع وللطواقم في قسم الأطفال، وإن شاء الله الله بعطيه همة للشباب والأهل البلد، وتعودنا احنا في محافظة الكرم نكون كرماء نقدم كل ما يلزم لخدمة مجتمعنا المحلي. قام اليوم جمعية لجان العمل الاجتماعي في محافظة طول كرم بتقديم جهاز متقدم وحديث لقياس درجات الحرارة عند المرضى. هذا الجهاز يتميز بعدم ملامسته لجلد المريض وجسم المريض ويقيس درجة الحرارة عن بعد. طبيعة الحال من ناحية طبية هذا تقدم علمي رائع يمنع ويحول دون لا سمح الله انتقال العدوى من جسم مريض لجسم آخر سليم، وخاصة أنه ما إحنا معتادين على قياس درجة الحرارة من خلال الموازين الحرارة العادية اللي هي ممكن في الثم أو تحت الإبط أو عند الأطفال في فتحة الشرج إلى آخره. فهذا الجهاز إن دل على شيء بدل على بأن هناك في تقدم علمي وتكنولوجيا هدفها دائما خدمة الإنسان، فلنسخر هذه التكنولوجيا فعلا لصالح المريض وصالح الإنسان. وشكرا لكم وشكرا للجميع.